لك قبل شوي أنا نظفت هون. يا الله شو هاد يا آخ 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 شو هالحالة يا يعطيك العافية. أهلا. عم تسألي عن حدا؟ حضرتك زهرة خانم مو هيك؟ ايه أنا تشرفت بمعرفتك. أنا صوفيا. عفوا لا تأخذيني إيدي وسخين. حاب أعرض عليكي شغل. شغل؟ ايه ليكي أصلا بيتي ما كتير بعيد من هون وبتمنى أنك تشتغلي معي. اشتغل معك؟ يعني أنت منين عرفتي أني بشتغل؟ قريبتي روميسا خانم هي حكت لي عنك وعن شغلك نظيف. هذا طبعا إذا عندك وقت. روميسا خانم؟ صحيح أنا اشتغلت كتير هونيك بس ولا مرة شفتك. أنا بعرفها من زمان، من زمان كتير. أيوة إيه فهمت عليك. دخلك شو أخبارها بعد ما سافرت؟ ما عاد حدا سمع عنا شي وأنا ما فيني اتصل فيها، التليفونات غالية. هن استقروا هونيك. عم قول إذا بتجي يومين بالأسبوع. ليكي لا تأخذيني، أنت فاجأتيني بطلبك والحقيقة أنا عندي شغل كتير ما فيني إجي لعندك. أما مشان ما تزعلي رح أشوف لك حدا من رفقاتي اللي منح. بتجي مرتين بالأسبوع بس بعطيكي إجرة الأسبوع كله. إجرة أسبوع؟ رجاء فكري بالموضوع. وهون بالورقة مكتوب عنوان بيتي وفي رقم التليفون كمان. عم استناكي. عن إذنك. الله معك.